حسين يلا حيه. الله يسلمك بيك حبيبي زياد، الله يعطيك العافية. حسين، ايش تقيم الحاصل يعني اللي حصل عند اللجنة، وايش ردة الفعل الأولى لك؟ والله هو كان اختبار صعب، لكن الحمد لله ان كنا مستعدين لهذا الاختبار، والحمد لله ان يعني قلت ضميري ارتاح، يعني احس اني اديت اللي علي. رجع الوقت بحسين ورا شوي، 10 دقائق ربع ساعة، هل في شيء يتمنى انه قاله للاسف انه نسى منا او ارتبك في البدايه وداهم الوقت عند اللجنه ولا قاله؟ والله هو في شيء بسيط صراحه، هو كان كلام كذا طالع من القلب، كنت اقول ان يعني كان كنت اتمنى واحد من اخواني يشارك في البرنامج هذا، بس من وانا صغير يعني، بس الحين اصبح الحلم لي انا، فانا لسه اقول لهم يعني، وقلت لهم صراحه ان الله اتمنى التوفيق لكم يعني، سواء انا قبلت ما قبلت، لان نحتاج القناه صراحه. اعتبر حلمك وصل في الشاشه وللجمهور واللجنه حتشوفه ان شاء الله. لكن ابى اسالك يا حسين، لو كتب الله سبحانه وتعالى ودخل حسين القريه وكان احد نجوم هذه النسخه، وين راح احصله بعد سنه؟ والله ان شاء الله حسين بيكون بيستمر على المجال اللي يبدع فيه، هو في المؤتمرات، الاشياء الصحيه بخصوص مجالي انا، وفي الطبخ، انا ان شاء الله عجبك في الطبخ، وابد ان شاء الله تشوفني لي ماركه خاصه ان شاء الله، ونستمر عليه باذن الله. فالك التوفيق ان شاء الله يا حسين. من 10 كم تعتقد دخل يعني نسبه دخولك القريه بناء على اللي صار عند اللجنه ورده الفعل ونفسيتك الان؟ 8 من 10.